أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. وتمضي الأيام مسرعة، بالأمس كنا فرحين بقدومك يا شهر الخير، وها نحن اليوم نودعك، لم يتبقى الكثير على رحيلك. بضع أيام وتنغلق أبواب العتق من النيران، بضع أيام ونعود كما كنا، بضع أيام وسيعود بعضنا لهجر القرآن. وستلهينا الدنيا بملذاتها، بضع أيام ويرحل هذا الضيف، ولكن السؤال، هل كان له تأثير علينا لبقية عمرنا؟ أم تأثيره محدود علينا وسيزول منذ رحيله؟ يا رفاق، هل سنهجر القرآن لشهور؟ هل سنغفل عن قيام الليل؟ أخشى ذلك، فكم كنا نعيش في سعادة بقربنا من الله، وكم كانت قلوبنا نقية بصحبته، وكم كان منظر المساجد وهي مكتظة بالمصلين يأسرني. يا رفاق، دعونا نغير من حياتنا ونجعلها كرمضان بقربنا من الله، فلنكن يا رفاق ربانيين لا رمضانيين. ربانيين لا رمضانيين. بدل حياتك يا أخي، أقبل لربك باهتمام، جدد حياتك وارتقي إلى الأمام، إلى الأمام. طوبى لمن صام